كنا وسنبقى شعار اختاره مجموعة من الشباب لحتى يقدموا من خلاله موائد إفطارية رمضانية لكل أسرة بحاجة، لحتى يمكن يعززوا التواصل بين الناس، لحتى يجمعوا عدد كبير من المتطوعين السوريين بهمة شباب عالية، لحتى نكون كلنا مجموعين بشهر الخير والبركة. صحيح، لا بيقولوا اللقمة الهنية بتكفي مية بهذا الشعار. وكيف إذا كانت هي الكلمة طالعة من قلوب كتيرة حاملة معها حب وسلام، بهي الكلمات قرروا يعبروا عن حملتهم للسنة التالية على التوالي كسرة خبز. ولنتعرف على التحضيرات لهيدي السنة معنا مدير فريق كنا وسنبقى تطوعي سائد عبد الغني، والمسؤول عن مبادرة كسرة خبز. يسعد صباحك ورمضان كريم. صباح الخير، رمضان كريم علينا وعليكم. أهلا وسهلا، ينعاد عليك يا سائد وعلى كل الفريق يلي معك. خلينا نحكي السنة، شو كان الخلاف عن السنة الماضية بما أنه يعني السنة رقم 2 المبادرة؟ تمام، هلأ نحن السنة رقم 5 بهي المبادرة. نعم، هي خامس سنة بنعملها. السنة كان الشيء المميز بهي المبادرة أنه حاولنا شوي نقلل الكميات ونشتغل أكثر على جودة الوجبة. يعني اليوم بحالة الاستقرار اللي صارت بالعاصمة وحتى بريف دمشق وبالأماكن المحيطة بالعاصمة، حاولنا شوي نشتغل على الكواليتي تبع الوجبة، يعني أنه تكون وجبة مميزة أكثر، تكون مشبعة أكثر، تكون كافية أكثر. يعني ما اشتغلنا هالأعداد الضخمة مثل العادة. السنة عم نشتغل أنه على أسر فقيرة، أسر أيتام، ناس فعلا ما عم تقدر تأمن إفطار لشهر رمضان. عم نعمل شيء مميز وكويس. نعم اكيد، يعني يعطيكم الف عافيه. الله يعطيك. خلينا نحكي معك عن تفاصيل كل يوم من ايام الشهر الكريم. خلينا نحكي كيف بتختاروا الوجبه، من اي متى بتبداوا، كيف يمكن بتقسموا المهام بيناتكم كفريق؟ تمام، هلا هو قبل شهر رمضان تقريبا ب10 ايام بلشنا بعمليه المونه، صرنا نجهز فول وبازيلا. طبعا تجهيز هاي المواد بيوفر علينا كثير وقت بالشهر الكريم. بعدها مع دخول الشهر الكريم، بارح كان اول يوم، ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. طبعا بدانا يعني في عده مراحل للطبخ، كونه طبخنا بيتوزع بمحافظه ريف دمشق فهو لازم يتبرد. اول شيء يعني جهزنا الغازات، جهزنا الطناجر، فردنا الاغراض، حددنا كميه الرز. امبارح عملنا تقريبا 350 كيلو رز، هو كل كيلو رز بكفي لعشر اشخاص تقريبا. يعني جهزنا الامور، فردنا الرز على الطاولات، بردناه، حضرناه، جهزناه، وبلشنا نبعته على المناطق اللي هي محتاجه له. امبارح كان توزيعنا ضمن ثلاث مناطق اللي هي والزاهره. هون خلينا نحكي على اي اساس بيتم اختيار المناطق، وعلى اي اساس بيتم اختيار الاسر اللي هن بحاجه اكثر من غيرهم؟ يعني اي اسره بتتواصل معكم بتمنوا لها افطار؟ اكيد لا، هلا لما عم بيكون انتاج، يعني احنا انتاجنا الفعلي بين 10 وال 15 الف وجبه. امبارح كان انتاج تجريبي، يعني كنا عم نختبر ادواتنا ونختبر حالنا شو عندنا مشاكل ونواقص. فلما بيكون الانتاج بحدود ال 15 او 20 الف وجبه، فمن المستحيل انه اي مستفيد بيجي عندنا على الخيمه يقدر ياخذ وجبه. ونحن بصراحه ضد هاي النظريه، انه ضد اليوم المستفيد يوقف على الدور لحتى ياخذ صحن رز. صحيح. يعني نحن بلد الخير وبلد الاصل، فلا نحن عندنا سياسه ثانيه. نحن بنشتغل بنظام انه نحن بندق باب البيت ونوصل الوجبه للشخص المقصود والمحتاج. من خلال جرد اشتغلناه من 2012 لليوم، يعني نحن فريق تاسس ب 20/12/2012، فعنا عدة مناطق بنشتغل فيها، بالإضافة إنه نحن بنتعاون مع عدة جمعيات خيرية وأهلية بعدة مناطق. يعني اليوم نحن ناويين نفتح لتسع مناطق خلال الشهر الكريم، نفتح لتسع مناطق يوصلها وجبات جاهزة. فالجمعيات بتزودنا بقوائم إنه هدول الخمسين أسرة بحالة يعني بفقر شديد، فهدول لازم نأمن لهم احتياجهم بشكل يومي. في عنا 200-300 أسرة هدول يعني احتمال يأمنوا حالهم، فنحن بنركز على الخمسين يعني بحكم انه فريقنا بيعتمد على التبرعات الاهليه بشكل مباشر، وما في اي داعم رئيسي لهي المبادره. يعني نحن اليوم بهي المبادره ممكن تتقدم كيلو رز، ممكن تقدم كيلو ملح، يعني اللي هو حقه 50 او 100 ليره، ممكن اي شيء بيخطر على بالك هو بيدعم هي المبادره، ممكن علبه بهارات صغيره بتاثر. وما بننكر كمان انه كمان في تجار بالشام وفي اشخاص يعني هنا بفضلوا عدم ذكر اسمهم، كمان بيدعموا بكميات. تمام، بيدعموا بكميات كتير كبيرة. في عنا فريق علاقات عامة بينزل على الشركات، فبهد يعني هاي السنة الرابعة
اللي بننزل على احد الشركات اللي هو بفضل عدم ذكر اسمه بيمول سحور رمضان ل 30 يوم انه انا بقدم كل يوم 80 كيلو 40 كيلو لبنه 40 كيلو جبنه او شوكولا او شيء وهو بفضل عدم ذكر اسمه. يعني كمان في انه نحن بنقبل الشكلين يعني كل شخص ممكن حسب قدرته وهي بالنهايه البحصه بتسند جره يعني. فكميه التبرعات هي اللي بتتحكم بعدد الوجبات. فنحن كل ما كان عندنا يعني زخم اكبر او كل ما كان عندنا ضخ اكبر للتبرعات كل ما نحن بنقدر نغطي شرائح اكبر ومناطق اكبر. سعد يعني نحن عم نحكي عن 5 سنين من العمل التطوع، كيف عم تلاقوا الصدى يمكن على ارض الواقع؟ يا ترى حفظوكم كل سنه انه انتم حيكون عندكم هاي المبادره، عم يتصلوا معكم، كيف فينا نساعدكم؟ الاشخاص عم يتواصلوا معكم، بدنا نتطوع معكم، نطبخ معكم، ولهلا اذا حدا شايفنا اكيد من الشباب والصبايا دائما عندهم هاي روح المبادره، فيهم اكيد يمكن ينزلوا على المطابخ لعندكم. لا كونه بلشنا نحكي عن التطوع فبدي اوجه شكر لكل المتطوعين بكل اراضي الجمهوريه العربيه السوريه. ونخص متطوعين كنا وسنبقى. ظاهرة التطوع بسوريا ظاهرة تدرس يعني اللي صار ببلدنا فعلا نحن كنا كتير قوايا مع بعض وكنا كتير واقفين مع بعض. وأنا عم بحكيكي يعني من داخل المجال من قلب الحدث يعني أنا ماني متابع أو شيء. أنا صار لي من 2012 بخدمة المجتمع فكتير كان وضع التطوع مميز عنا. اليوم نحن بجروبات كنا وسنبقى من 2012 لليوم 2000 متطوع. يعني تستغرب كيف هاي الخلية بتتشكل، كيف هاي الناس بتشتغل، كيف حتى بتضغط حالها على حساب الامتحانات يعني احيانا انه بتقدم شيء لغيرها. فيعني مثل ما قلت لك ظاهرة التطوع بسوريا تدرس، نحن كنا مدرسة بالتطوع والاخلاق خلال فترة الحرب وان شاء الله مستمرين يعني لحتى ما يضل ان شاء الله ولا اسرة فقيرة ببلدنا. بالنسبة للمتبرعين هو في تواصل يعني في اشخاص بيتواصلوا بشكل دائم في مدارس وروضات وجامعات بكل المبادرات بيدعمونا. وفي اشخاص يعني متغيرين مثل ما قلت لك نحن دعمنا اهلي فما في يعني مو دائما بيكون في حدا ثابت لكن الاشخاص الثابتين يعني في تقريبا من 5 سنين ناس بتتواصل معنا. هلا امبارح حكم ظرف انه ما قدرنا نعمل السحور كان يعني شوي عندنا مشاكل تقنيه بالفريق فتواصلوا معنا الناس انه امتى السحور شو ان شاء الله ما في شيء شو الاخبار. وهن ما هم متطوعين يعني هن ناس متابعين ومتبرعين للفريق. فيعني مثل ما قلتي كثير في صدى كثير في ناس بتتابعنا الحمد لله. يعني عم نحاول نعمل اللي علينا ان شاء الله. نعم بالختام يمكن اكيد نحن رح نواكب عمليات يمكن التطوعيه يلي عم تقوموا فيها على مدار الشهر، ولكن بالختام كلمه بتحب توجهها لكل الفريق لكل الناس المستفيدين من المبادره ايضا. هلا اول شيء بدي اوجه كلمتي للاخباريه وطاقم عملها، يعني ما شاء الله عنكم مميزين دائما، انتم اول اشخاص تواصلوا معنا عن طريق التليفون. يعني نحن بالعاده نحن بنحاول نتواصل مع القنوات بس هذا التميز اللي عندكم يعني انا بتشكركم كثير. بدي اتشكر كل شخص قدم لو حبه رز وبدي اقول انه يعني لو بنص كيلو رز او لو بنص لتر زيت انت ممكن تدعم، يعني ما تفكر انه هذا الشيء قليل. بدي اوجه كلمه لكل المتطوعين واتشكرهم جميعا يعني على الجهد الجبار اللي عم يبذلوه. وبدي اتمنى انه نحن يعني هاي المبادرات تكون شوي هيك تخف وتقل وترجع بلدنا نشيطه وترجع امورنا بخير، وبدل ما نعمل 3000 وجبه نعمل 300 وجبه او 100 وجبه كحد اقصى لمنطقه من المناطق وان شاء الله ترجع امورنا ان شاء الله بخير ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لك ولتواجدك معنا واكيد كل التحيه لكل المتطوعين اللي الله يخليك. شكرا لك. شكرا كثير لكم لهون.